عاصمة الله يسلمك اختي قادم النارو بكوش يوسف سائح جزائري مرحبا بي وبيك اختي لو كنت تحكي لنا وقتاش جيت معناها لتونس عندك مدة عندنا جينا يوم الثلاثاء في القطار من عنابة إلى تونس العاصمة وقمنا بجولات سياحية في تونس العاصمة المرسى سيدي بوسعيد سوسة الحمامات وتسوقنا في الأسواق الشعبية في المغازات وما زلنا حتى يوم الاثنين العودة في القطار أول مرة تزور تونس؟ لا لا أنا راني تونس من اللي كان عمري 10 سنوات وأنا نسافر لتونس خاطر احنا فاميلا تاعنا أغلبية تاعهم مقيمين في تونس في بلدية معتمدية الكريب ولاية الكاف معناها قلت لي وسني معناها أول مرة تجي ولا جيت معناها في الصيف قبل ورجعت؟ نجي في كل سنة مرة ثلاثة أربع مرات هذه المرة قديش معناها في السنة بالنسبة للسنة هذه؟ السنة أول مرة أول مرة السنة الفارطة ثلاث مرات علاش جيت الفترة هذه؟ علاش مش في الصيف تو نحن بدينا باش ندخلوا بدات تبرد شوي؟ في السن بقينا صغار كيما بكري سخانة مرتفعة درك الجو بدا يتحسن هذه الفترة اللي تساعدنا هذه الفترة اللي تساعدنا أول ما جيت قلت لي أني القايع اللي زرتهم يعني في تونس؟ زرنا تونس العاصمة سيدي بوسعيد المرسى الحمامات وش يقولوا لها سوسة وناويين نزيدوا نروحوا لنابل ويوم الاثنين ان شاء الله نرجعوا لعنابل الاماكن هذه معناها ديما كل ما تجي تزورها وخاصه انت قلت لي ديما عندي عندك مده نجيو هنا الجزائر نزوروهم أول مرة جيت فيها لتونس معناها من فترة شبابك وقتي فترة الشباب اللي كان سني بالك 21 سنة 21 كيفاش لقيتها وقتها؟ تغيرت تونس بالنسبة للوقت اللي فات والوقت هذا تغيرت الفترة هذيك كيفاش لقيت؟ كانت ملاحة كانت تونس ملاحة كانت منورة كانت ما كانش الغلاء اللي موجود درك الأسعار ارتفعت وشي هو الناس تونس راهم ناس طيبين مضيافين كيما الجزائريين رانا خيوة خيوة يعني ما كانش فرق بين التونسي والجزائري في الفترة هذيك شنو الأماكن اللي زرتها أول مرة قلت لي في 21 كنا بحكم احنا عندنا نتواصلوا مع التوانسة وأغلب الفاميلا تاعنا مقيمين في معتمدية الكريب نروحوا الكريب نعملوا إقامة تم عند الفاميلا ونسافر ونرجعوا هذه يعني قلت لي أنت عندك عائلتك في الكريب يعني عائلتك شكون معناها المصغرة ولا عائلة أقارب؟ قولي عائلة تاعنا يعني أمك وأبوك وين يسكنوا؟ جدي جاء هنا في تونس تقدري تقولي 1875 شرى قطعة أرض كبيرة هنا في الكريب وبقاو يستغلوا الفلاحة يخدموا الفلاحة من جد إلى جد ودرك الكبار راحوا رحلوا توفى ربي يرحمهم ولادهم حكموا المشعل ومازالوا أنت تولدت معنا في تونس؟ تولدت في الكريب في الكريب في الكريب كي استقلت الجزائر في 62 رحنا دخلنا البلاد الجزائر والأهل الأخر خوالي بقاو هنا في الكريب كاين اللي بقى كاين اللي رحل ودرك بقى ولد خالي هو يستغل في الفلاحة إلى حد الآن لكن يعني تولدت في تونس لكن في معناها شبابك عشتوا في الجزائر يعني عشتوا في الجزائر بصح تونس ما انقطعناش عليها إطلاقا رانا ديما نجي ونروح وهذه قداش عشت معناها في الكيف يعني قداش عمرك؟ تولدت في 57 حتى 62
قديش عمرك قعدت قديش؟ لي 5 سنوات. يعني 5 سنوات عشتهم طفولتك في تونس. نعم. أكثر حاجات تتفكرها معناها في الكريب في العمر هذاك، مازلت تتفكر حاجات من العمر هذاك؟ نتفكر حوايج، نتفكر الأهل كيفاش كنا عايشين، كيفاش نتواصلوا مع بعضنا، كيفاش نتعاملوا مع التوانسة، نروحوا للضيعة تاع الفلاحة، كيفاش نراو، كيفاش يخدموا، كيفاش ينقلوا القمح للمخزن، كيف هكا. هذه الذكريات يعني اللي كنت تمشي مع الوالد معناها في الفلاحة وتشوفه. الوالد تاعي ما خدمش الفلاحة، كان يخدم في المخزن تاع الدولة، ما خدمش الفلاحة بالصح، اخوالي كانوا هما اللي يمارسوا الفلاحة. بعد عمرك 5 سنين قلت لي مشيت للجزائر. يعني مشينا للجزائر ووصلت المسار الدراسي في الجزائر، وإلى حد الآن كملت تعليمك معناها للآخر. التعليم وصلت يعني في الدراسة، يعني عملت ابتدائي ثانوي وعملت الجامعة دبلوم حقوق، شهادة الكفاءة في الحقوق، ودخلت في مؤسسة في الري، اختصاص تاع الري، تنجز السدود، المضخات تاع المياه، لي شاتو دو، توترافو هيدروليك، توترافو هيدروليك، وتقاعدت منها والحمد لله. بعد في فترة التقاعد معناها لقيت فرصة باش انك كل مرة تمشي معناها السياحة، وخاصة تونس معناها زياراتك تكثفت في الفترة هذيك. تونس ملي نحب نرتاح نجي لتونس نرتاح. خاصة في الكريب معناها. الكريب في الكريب في الكريب يا يعني الكاف. يعني الشمال الغرب. عندنا اخوالي ولاد اخوالي ولاد خالاتي كل من الكريب. كان حتى راجل خالتي ساهم في الثورة تاع تونس واستجن مع برقيبة، مع الحبيب برقيبة، مع الزميل الزعيم الحبيب برقيبة ابراهيم زغدود، مسميين عليه شارع في الكريب، شارع ابراهيم زغدود. يعني انتم الفترة هذيك الكل يعني في الجزائر، قلت لي تمشي وترجع ديما تزور حتى في فترة شبابك، يعني ديما تمشي. نجيو. والدتك؟ والمرأة تاعي خديتها من الكريب، بنت خالي هي. يعني تونسية ولا جزائرية؟ جزائرية، وخوها دركا وفي الكريب هو اللي قاعد يعمل في الميدان الفلاحي. انت معناها عائلتك اللي رجعتوا للجزائر، باقي العائله معناها قاعدوا في تونس والا فما شكون؟ قاعدوا خاطر ما هم عندهم الفلاحه ما قدروش باش واحد الوقت برقيبه أملهم تونس استرجعت الاراضي، دارت لهم التامين تاع الفلاحه، جاوا لتم وكي رجعوا لهم عاودوا رجعوا جاوا هنا. بالنسبة لعائلتك في الكريب وإلا في الجزائر، شنو تحب توصل لهم؟ شنو تحب تسلم عليهم؟ الله يسلم على جميع الأهل والأصدقاء تاعي أولاً، والأهل والعائلة، الزوجة والأولاد وامرأة ابني والأحفاد والأصحاب، نوجه لهم يعني التحية من تونس، ونقول لهم زوروا تونس، ارواحوا ارواحوا، استرجعوا الذكريات تاع سيبا، ان شاء الله راهي تونس منوره ورانا خوا خوا، كي تونسي كي الجزائري ما كان حتى فرق. وتونس راهي السند، الجزائر راهي السند لتونس، ما خليوهاش تطيح خلاص، كيما قالش الرئيس تبون، تونس خط احمر ما ينجم حتى واحد يقيسها.